السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصاوبوا واحد الوصفة اللي هي سهلة سهلة بزاف، والمقادير ديالها بسيطة وموجودة في كل دار. غادي نصاوبوا حريشات صغار بهذا الشكل هذا، يعني كيجيو خفاف وكيجيو يعني معلكين من الداخل بالكوك، يعني المقادير ديالها الأخرى البسيطة. إلا عجبكم بحال هذه الوصفات هادو بقاو معايا حتى الأخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة باش صوبتها، ونتمنى يعجبكم الفيديو، فرجة ممتعة إن شاء الله. بالنسبه للمقادير ديال هذه الحريشه هذه، غادي نحتاجوا 3 الكيسان ديال السميده، كاس ومعلقه ديال كاس عامر، ومعلقه كبيره ديال الكوك، تقريبا نص كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، رشيشه ديال الملح، جوج ديال البيضات، هنايا جوج اكياس ديال خميره الحلوى او ما يعادل 14 غرام. بالله على بركه الله غادي نبداو. غادي نحط البيض، غادي نضيف الحليب، هنا نضيف السوائل، غادي نضيف الزيت. بالنسبه للسميده والكوك كيبقاو على حسب واش كتشرب السميده ديالنا اولا، يعني كنخليو الكوك حتى الاخير اخر مرحله عاد كنضيفو الكوك. وصافي، هنا غادي نخلط مزيان باش نضيف الخميره ديال الحلوه. غادي نضيف هاد الخميره الكيماويه، وهنا غادي نضيف الكاس الاول ديال السميده. بسم الله، يعني دائما الكاس الثالث كما قلت لكم عندكم ميزانكم، اذا شفنا قربت تشرب يعني صافي قريبه تسالي، ما كنكملوش داك الكاس باش تبقى لينا في نضيفو الكوك. وإلا كان هكا باينه لينا خاصها تزيد يعني كنضيفو الكوك، هو اللي كنحكمو فيه في اخر لحظه واش غادي نديرو كاس كامل ولا شويه ولا كاس ونص ولا على حسب. وبين ما كنخليوها ترتاح شويه راه كتزيد تشرب، يعني كتجي هاد الحرشه كتجي ساهله وكتجي زوينه، كتجي معلكه من الداخل. صافي، غادي نحيد هاد الفوي هذا باش نضيف الكوك، وغادي نخدمها باليد ديالي. هنا كما قلت لكم فاش غادي نضيفوا الكوك، الا لقيناها باقي ما شربات راه كنضيفوا شويه، كنزيدوا السميده. بسم الله، ضروري تكون شويه هكا باش ملي نبغيو نخدموها تكون شربات لينا السميده في الاخير كاع. الا لقيتوها باقيه جاياكم شويه سائله ولا ما كتحكموش فيها، يعني راه غير كتمرمدوها في السميد، صافي هذيك هي الطريقه ديالها، يعني ما كنبقاوش نزيدو بزاف لهاد العجينه هذه. صافي، غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق. الفران ضروري خصنا نشعلوه، يعني الطريقه باش كطيب هي كنديروها في بحال الطياب ديال الغريبه ديال البهله، يعني كنديروها كنشعلوا ليها العافيه من الفوق حتى كتشقق، عاد كنشعلوا ليها من التحت ولا كنزلوها على حسب الفران واش الغاز ولا ديال الضو. دابا غادي نخليها ترتاح شويه بين ما نوجد ونشوف واش غنزيدها شويه ولا. صافي، من بعد ما ارتاحت واحد 5 دقائق كما قلت لكم، غادي نجيب واحد شويه ديال السميد، يعني هذه راه السميد الغليظ ولا السميده الغليظه ماشي رقيقه. والطو ديالنا كندهنوها بالزبده ولا بالزيت وكنرشها بهذا الشكل هذا باش يجيو لنا دوك الحبيبات ديال السميد من التحت ديال الحرشات ديالنا. بسم الله، حنا ما غاديش نكبروهم بزاف، غادي نديروها كبيره شويه على الحلوه وصغيره على ديك الحرشه المعتاده. بسم الله، نحاولوا نديروها هكا كركوبه وندوزوها في السميد، يعني هذا هو سميتو ديالها هذا الشكل هذا، ونحاولوا نجيبوهم متقادين، ما خصناش نتبعوها حتى تولي قاصحه، نزيدوها في السميد حتى تولي قاصحه. بعد ما ساليت الطوات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني درتهم في جوج ديال الطوات،
كما قلت لكم الفران كيكون سخون، شعلت ليه سخن مزيان وكنديروه من الفوق حتى باش يتشق لينا هذا الوجه ديالهم. هذا بحال غريبه، بحال الطياب اللي كنطيبوه غريبه البهله. وعاد كنزلوه اولا كنشعلوا ليه من التحت، يعني الا كان ديال الضو كتشعلوا الفوق والتحت، ولا كان ديال الغاز بطبيعه الحال كديروهم حتى يتحمروا من الفوق، عاد كتردوهم عاوتاني يطيبوا من التحت. وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. ملي خرجنا من الفرن كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي هانتوما مشقه. غادي نخليها تبرد شويه، انتوما شفتوا طايبه من التحت، يعني شي الرشات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو خفاف، كيجيو زوينين مشقين. هانتوما شفتوا ضروري يجوكم مشقين الا احترمتوا هاد المقادير هادو اللي هي بسيطه وسهله، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا. هذاك كما قلت لكم دائما كيكون الاختلاف في معلقه اولا نص معلقه ديال السميده اولا في الكوك، يعني هذاك العبار اللي شفتوا هو هذا، عطانا هذا القياس هذا، عطانا هذا الحرشات خفاف. انتم شطورهم طيبين حتى من التحت ومعلكين، يعني ضروري تجينا الحرشه خفيفه، ما تجيناش هكا ثقيله ثقيله بزاف اولا خشينه. ساهلين كيوجدوا في الحين، اقتصاديين، نعطوهم لوليداتنا يديوهم معاهم للمدرسه، نديروهم الكاسكروت اولا الفطور ديال الصباح، حتى الفطور ديال الصباح لانهم ساهلين بزاف. بين ما غادي تصوبوا اتاي ولا شي حاجه اخرى تكونوا كتخلطوا هذه المقادير، تشعلوا الفران يسخن دغيا، يعني راه كيوجدوا دغيا دغيا كيوجدوا، ما كيديوش واحد الوقت اللي هو طويل. ونتمنى يعجبوكم ونتمنى تجربوهم. غادي نحل معكم وحده ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالها كي جايه من الداخل، كتجي خفيفه وخاصها تجينا معلكه، وهذاك الكوك مع السكر يعني كتجينا كما قلت لكم تجينا معلكه وتجينا خفيفه. انا غنفتح وحده باش تشوفوا كي كتجي من الداخل اللي كتجي خفيفه. نتوما شفتوا يعني نتوما شفتوا راه كتجي معلكه وكتجي خفيفه خفيفه بزاف. نحاول بعدا شويه من الفلاش باش تبان لكم مزيان، يعني نتوما شفتوا ضروري تجينا هكا خفيفه، يعني وكتجي لذيذه وكتجي سهله. غادي انا متاكده غادي تعجبكم، يعني جربوها. وبهكا وصلنا لنهاية ديال الفيديو. مرة أخرى كنقول لكم إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك، وما تنساوش التفاعل هكا القناة باش المشاهدة تطلع شوية، لأن التفاعل ما قليل ما كيشجعش باش الإنسان هكا نبقى نحط ديما يوميا. بغيتكم حتى نتوما تتفاعلوا معايا تبقاو ديروا لايك للفيديو. وبهكا كنقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وخليت لكم الراحة.